من 34 سنة لهلا من تاريخ تأسيس مؤسسات الهيئة الإسلامية للرعاية انطلقت 14 مؤسسة اجتماعية وخيرية وتربوية وتعليمية في مدينة صيدا إلى كل لبنان. المؤسسة البكر كانت الرعاية واللي تأسست عام 1985 واللي بتهدف إلى إطلاق 4 برامج. البرنامج الأول برنامج كفالة اليتيم في بيته اللي بيهدف أيتام مدينة صيدا والجوار خاصة وأيتام لبنان عامة. أما البرنامج الثاني فهو برنامج التقديمات الاجتماعية والعينية مثل إفطار الصائم، السلة الغذائية، كنزة الشتاء لطلاب المدارس الرسمية وشبه مجانية، القرطاسية والحقيبة المدرسية، إضافة إلى أضاحي العيد، كسوة العيد وهدايا العيد. أما البرنامج الثالث فهو برنامج كفالة الطالب المهني، وأما البرنامج الرابع فهو برنامج القروض الميسرة للعائلات الكريمة المتعافة. أما المؤسسة الثانية فهو مشغل الأم وسوء الخير، وهو مشروع دعم وتمكين المرأة تأسس بالشراكة مع جمعية الإمام الحسين عام 1994 كمشغل إنتاجي ومعهد تعليمي، وبيتضمن بإنتاجه خياطة الزي المدرسي، خياطة اليونيفورم للمطاعم، خياطة الملابس الخاصة بالحجاج والمعتبرين، إضافة إلى الكوفرلي والبرادي. أيضا في المعهد التعليمي اللي هو بقدم دورات خياطة للأمهات والسيدات ومن تحتاج لهكذا نوع من الدورات، وكل دورة تتضمن 35 متدربة يتبعها دورة لمدة 6 شهور لنفس العدد من المتدربات. بالعام 2016 أسسنا أيضا سوق الخير يلي بيستقبل الملابس المستعملة من المتبرعين الكرام، إضافة إلى الملابس الجديدة من التجار ليعاد تقديم المستحقيها من العائلات المتعففة والكريمة الفقيرة. وكل سنة في عنا عدد كبير من المستفيدين من العائلات المستهدفة من مشروع سوق الخير. بعد تمكين المرأة تأسس مركز الرحمة لخدمة المجتمع للإناث عام 2003 للتعليم المهني بالمراحل بي وبيتي والتدريب المعجل وبعدد من الاختصاصات. بضم المركز عدة أقسام منها قسم التدريب والتنمية، برنامج تحفيظ القرآن، برنامج الحساب الفوري، البرامج الصيفية، وقسم الإنتاج يلي بيتضمن أيضا مطبخ إنتاجي وصالة أفراح. بالمقابل تأسس أيضا المعهد المهني المتقدم للذكور للتعليم المهني بالمراحل بي وبيتي والتدريب المعجل. بيتميز أيضا بمرحلة التأس بعدد من الاختصاصات. مع بداية العام 2019 تم افتتاح اختصاص صيانة الأجهزة الخليوية بهدف تمويل وسائل الإنتاج وضم قروض تصل إلى 10,000 دولار. انطلقت عام 2014 مؤسسة رواسي ضمن المعايير الشرعية بنظام المرابحة الإسلامية لتقديم هذه القروض. واهتماما بالجانب البيئي افتتحت مؤسسات الهيئة الإسلامية للرعاية وبالشراكة مع بلدية صيدا عام 2018 منتزه حيوي بتخطى عدد زواره 150 ألف زائر سنويا، وأيضا هو مكان لإقامة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والكشفية. أما مطعم الخير فهو مؤسسة من المؤسسات التي أسستها الهيئة الإسلامية للرعاية، ففي عام 2018 انطلق المطعم بهدف إطعام الطعام للعائلات المتعففة والكريمة، وبيستقبل يوميا بحدود 50 شخص والكلفة هي فقط الدعاء المتبرع. أما مركز صيدا القديمة الاجتماعي فهو مركز يهتم بالطفل لأنه الطفل أيضا له حق بالرعاية، لهيك افتتحت عام 2018 هذه المنشأة وتحت اسم مركز عزم الشباب بالشراكة مع الإغاثة الإسلامية عبر العالم لتقديم الدعم التعليمي والنفسي للأطفال. أما مركز رؤية الثقافي فهو مركز آمن للأطفال يلي بعانوا من مشاكل وصعوبات اجتماعية وتعليمية. انطلق المركز الثقافي بمنطقة الفيلات وعين الحلوي بالتعاون مع مؤسسة Save the Children ومؤسسة Safe Spaces والرعاية والكشاف المسلم ونادي اللواء. أما المشاريع المستقبلية فنحن نسعى لافتتاح مركز أنشطة الأيتام اللي حيكون مركز بيجمع كل أنشطة الأيتام في مكان واحد بغية تنمية قدراتهم ومهاراتهم. أما المشروع الاستراتيجي فهو مشروع المدينة التعليمية لمؤسسات الهيئة الإسلامية للرعاية واللي حيضم مدرسة شبه مجانية ومعهد مهني متقدم وورش تدريبية إنتاجية إضافة إلى مركز تجاري. التنمية والطموح لحيبقى هدفنا
حتى نستطيع أن نحقق شعار مؤسسات الهيئة الإسلامية للرعاية نحو مجتمع متكافل.